بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 61 من سلسلة تعليم نظام ويندوز 7 للمبتدئين. طبعا أنا لو عايز مثلا أروح على صفحة مثلا معينة على الإنترنت، صفحة بتستعملها كتير، يعني مثلا فيسبوك أو يوتيوب أو أي صفحة، اللي بيحصل إن أنا بروح مثلا على ستارت، يعني بروح هنا مثلا لو أنا عندي الأيقونة الإنترنت على الديسك بار بروح عليها، أو لو مش موجودة بروح على ستارت وبعدين بروح على all programs كل البرامج، وبعدين اروح اشوف ايقونه الانترنت واضغط عليها وتفتح لي هنا، وبعدين مثلا اكتب سيرش هنا www دوت مش عارف ايه، او اكتب هنا مثلا لو عايز اروح على صفحه مايكروسوفت بكتب ام اس ان وبعدين بضغط بيطلع لي هنا، وبعدين اضغط على ام اس ان وبعدين بتطلع لي الصفحه دي. طبعا زي ما احنا شايفين يعني الـ المشوار طويل قوي علشان افتح صفحه، وبالذات لما اكون انا بفتح الصفحه دي على طول او باستمرار، ففي طريقه اسهل ان انت توصل للصفحه ديت من غير الموضوع ده كله. ازاي؟ باجي هنا على التاسك بار اهوت او على شريط المهام، وبعمل رايت كليك وبختار بروبرتيز او خصائص، بيطلع لي الويندو دهوت، بروح على التول بارز تمام، وبعدين بختار ادرس وبعدين بكتب اوكي، بيطلع لي هنا الادرس اهوت كويس. فيني بقى اكتب هنا الصفحه اللي انا عايزها، مثلا اقول له www.msn.com مثلا اهوت، واعمل انتر كويس، بيطلع لي الصفحه. لو انا عايز صفحه تانية او اعمل تاب تاني برضو، فيني اجي هنا اهوت اكتب www وليكن مثلا adobe.com اهوت، بيطلع لي تاب تاني في adobe.com. فمش محتاج ان انا طبعا انا يعني لو قفلت ده اهوت تمام، بقول له كلوز اول تابس، باجي هنا بلاقي الهيستوري بتاعي هنا، فيني اوصل له بسرعه من غير ما اروح اقعد افتح على او ادور على ايقونه الانترنت. طبعا دي طريقه سهله وبسيطه ان انت توصل ل الويب سايت اللي انت عايزه من على شريط المهام. ده كان كل شيء لحلقه النهارده، واتمنى كل حلقه عجبتكم، واشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.